نعود للحديث عن اعتداءات القوات الحكومية والميليشيات في البصرة على المتظاهرين. للحديث عن هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من العاصمة الأردنية عمان دكتور هلال الدليمي، الكاتب والباحث السياسي. أهلا بكم من جديد دكتور. أهلا وسهلا، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. كيف يمكن قراءة إقالة الفريق رشيد فليح بعد محاولات دهس المتظاهرين وإطلاق الرصاص الحي عليهم؟ بسم الله الرحمن الرحيم، أسعد الله مساءكم بكل خير. الرحمة لشهداء العراق، كل العراق، الرحمة لشهداء تشرين، ونسأل الله الشفاء للجرحى. هذا المسلسل الدامي الذي بدأ منذ أكثر من 17 سنة على العراق لن ينتهي، وهذه الثورة المباركة التي انطلقت في تشرين أثبتت للعالم أجمع بأن الفئة التي تحكم العراق مهما كانت مسمياتها فهي مسلطة على رقاب الشعب العراقي، وأما من حكم بالطائفية وغيرها ما هي إلا مراحل من مراحل التدمير والقتل المتعمد للعراقيين. وما حدث في البصرة وفي الناصرية وفي بغداد وفي النجف وفي كربلاء دليل واضح على أن هذه التسمية لم تعد تسمية حقيقية للميليشيات والقوات الحكومية. القوات الحكومية هي ميليشيات، هي أسست كميليشيات ونعرف كيف من يديرها، فإذا كانت القوة العسكرية تأتمر بأمر الميليشيات فهي ميليشيات. فبالتالي كل هذا الضحك على الذقون وتصريحات الكاظمي وإقالة فلان وفلان، كل هذا الكلام حقيقة ما هي إلا مسرحية أصبحت سمجة على الشعب العراقي. كل يوم نفقد الأعزاء من شبابنا الذين خرجوا ببساطة ليطالبوا بوطن حر مستقل عن دول الجوار، تكون له إرادة عراقية مرتبطة بمصالح الشعب العراقي وليس بمصالح من يحكم إيران أو يحكم تركيا أو يحكم هذه الدولة أو أمريكا أو تلك. الشعب العراقي فقد كل المقومات الحياة الأساسية في العراق بكل ما تعني هذه الكلمة من ألم ومن حسرة ومن فقدان الأعزاء ومن تغييب ومن اختطافات، ومن الآن أصبحت الأسلحة الكاتمة الصوت هي التي تدير المشهد في العراق. أنا أعتقد أن الكاظمي يلعب لعبة خطرة ويحاول أن يضحك على ذقون الناس بأنه هو مع المتظاهرين وضد الذين يقتلون المتظاهرين. هذه القوات وهذه الميليشيات وما يسمى بالحشد كلها ترتبط بوزارة الدفاع وبالحكومة بقرار من مجلس النواب العراقي، فإذا كل ما يصدر عن هذه الميليشيات مسؤولية الدولة، مسؤولية مباشرة عنه، والخطوات التي نراها هنا وهناك ما هي إلا ذر الرماد على العيون. هذا الشهيد الذي فقد في البصرة وترك 11 طفلا خلفه، من المسؤول عن حياته؟ من المسؤول عن حياة الألف وأكثر من ما يزيد عن ألف؟ من المسؤول عن حياة 25,000 جريح الذي تجاوز عدد المعاقين منهم بحدود 7,000 ل8,000 شخص؟ والأمر في تزايد. في هذا السياق دكتور، إلى أي مدى أثر غياب المحاسبة وتقديم قتلة المتظاهرين ومختلف المجرمين من مرتكبي الانتهاكات ساهم في زيادة هذه الجرائم؟ هذه جريمة منظمة متفق عليها، هذه ليست جريمة تقوم بها عصابة خارجة عن القانون والدولة تلاحقها بالمعنى الاصطلاحي أو القانوني. هذه العصابات تابعة للدولة، والقوات الحكومية والميليشيات والحشد كلها تابعة إلى الدولة العراقية وتعرف مقراتها وتعرف، وخير من يعرف مقرات هذه الميليشيات وقادتها ومن يعتبر به هو الكاظمي نفسه، لأنه كان مسؤول عن جهاز المخابرات والأجدر به أن يعرف كل شاردة ووالدة أكثر من غيره. فإذا هناك تسميات حقيقة أنه خارجين عن القانون، عصابات مسلحة، هذه ليست عصابات مسلحة، هذه جريمة منظمة تديرها الدولة بأجهزتها المختلفة وبأشكال مختلفة وبمسميات مختلفة، ولكن الهدف واضح وواحد. ما اختلفنا من عادل عبد المهدي إلى نور المالكي إلى قبله
ومن ثم الكاظمي، القتل هو نفس القتل والقتلة هم نفس القتلة، وهم مدعومين من الحكومة العراقية وما يسمى الحكومة العراقية. وإلا لو رأينا أن هناك حسابا على الذين قتلوا الناس بدم بارد في ساحة التحرير أو في الناصرية أو في النجف أو في كربلاء أو في الذين هجموا عليهم في ضريح الحكيم وعملوا ما عملوا، لما تجرأ غيرهم على العمل بحرية وبغطاء واضح واغتيال الناشطين أمام أنظار الناس وفي وضح النهار. هم لم يتسللوهم في الليل، هم جاءوا في وضح النهار وتحت الشمس وأمام أنظار الجميع، لأنهم هم قوات حكومية تنفذ واجبات مرتبطة بدولة أجنبية ومرتبطة بقوات بإيران تحديدا. وهذا الأمر أصبح واضح للشعب العراقي، فكل ما يقال عكس هذا فهو ضلال وتضليل حقيقة. نعم. لأنه يجب على الجميع أن نسمي سمياتها. نعم. هل ستسكت هذه الجرائم من اغتيالات وقمع للمتظاهرين، هل ستسكت أصوات المتظاهرين السلميين؟ الجواب واضح، لأنه لو أسكتت الذين قبلهم الذين هم على طريق الشهادة لسكت من تبقى، ولكن الذين خرجوا مصرين على الحياة بينما تصر الحكومة وميليشياتها على الموت وقتل الشعب العراقي، ولكن الموت البطيء الذي يعيش الشعب العراقي الآن ربما هو الموت الحقيقي، أما الحياة التي ينشدها الجميع الآن هي الحياة الحرة الكريمة. وشاعر يقول: لا يستم الشرف الرفيع من الأذى حتى يراق على جوانبه الدم. هذه الحكومة وميليشيات اختارت الدم والقتل للشعب العراقي، والشعب العراقي لحد الآن يخرج بسلمية ومظاهرات سلمية واضحة كفلها الدستور الأعور الذي جاء به نوح فريدمان، ويتناقشون عليه كل يوم، يرجعون إلى قال الدستور وتكلم الدستور، ولكن أين الدستور من 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 محاسبة القتلة الذين قتلوا هؤلاء الشباب عمدا ومعروفين؟ هم ليست قوات مخفية ولا نزلت من السماء ولا طرف ثالث كما أرادوا أن يقولون، هم هذا الطرف الثالث هم كلهم طرف واحد، ولكن بأدوار مختلفة وبمهام مختلفة. حقيقة الأمر هناك مخطط تدفع به إيران، وليعلم الجميع بأنها تريد قتال الشعب العراقي فيما بينه، ما بين أطراف إيرانية وما بين الشعب العراقي، وهذا الدفع هو الذي يسير الأمور لحد الآن. ونرى من الواضح تماما بأنه استهداف الناشطين هي ما هي الخطوة على الطريق، ولم تقدم أي جهة حكومية أي تفسير لما يحصل في العراق، سواء أنهم جزء من المخطط وليس شهود عيان عليه، بل هم جزء من المخطط وهم الذين يقومون بالتنفيذ. هذه الأذرع تنفذ لصالح الحكومة وليس لصالح غيرها، لأن هذه الحكومة مرتباطة الارتباط المباشر بجهات خارجية وبإيران تحديدا، وهي تنفذ المخطط والمشروع الإيراني بحذافيره مدعومة أمريكيا أيضا، لأنه لا ننسى هذه الميليشيات التي تدعي المقاومة الآن الأمريكان يريدون أن يقفوا الدعم عنها، إذا كانت تدعم لحد هذه اللحظة من الولايات المتحدة الأمريكية وتدعي مقاومة المحتل الأمريكي زورا ومهتانا، فإذا هذا الأمر لإبقاء الوضع العراقي هش ومتناهي إلى الضعف، أعتقد أنه هذا مشروع متفق عليه ما بين الأمريكان وما بين إيران وأطراف دولية أخرى، هدفها في إضعاف الشعب العراقي وإبقاء العراق على هذا الحال، وربما الهدف أكبر من هذا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يدفع شرورهم عن العراق وعن الشعب العراقي. شكرا جزيلا لك الكاتب والباحث السياسي دكتور هلال الدليمي، كنت معنا عبر الهاتف من العاصمة الأردنية عمان.